هذا اللي هو الرياض الكار. لما نشوف هذا المهندس سعيد وهذا الهليكوبتر. شوية علي، هذه بلاطات الهليكوبتر مثل ما نشوف هنا، هم تاركين. وهذا حق التشريك بعدين فوق السد. طبعا عندنا ويانا هنا مهندس ياسر من مصر. سلم على الجماعة يا مهندس ياسر. مهندس ياسر بس السلام عليكم. عندنا هنا سقف هليكوبتر اسسنا طبعا طبانه مثل ما تشوفون، حطينا تشريك اللي هو الحديد من تحت في الطبانه عشان نربطها مع الشبك اللي فوق. مثل ما تشوفون الواحد الهليكوبتر بالطريقه كلها. والله صراحه بركات واستشارات الاستاذ ابو عزان يوفر طبعا الكثير. السقف يحتاج لسهول، ما يحتاج لوقت طويل، يومين ثلاثة ايام تتخلص السقف بشكل كامل. الحمد لله تم التركيب. هذه بلقتين ينتهي كلها بركات طبعا واستشارة ابو عزام سلطان الحربي. الله يرضى عليه ان شاء الله يجزاه خير.